السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصادف الليلة ليلة النصف من شعبان، أعادها الله علينا وعليكم باليمن والبركات. وإليكم هذا الدعاء: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا عليه في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتدار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إلهي، بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الرسول الكريم، الرسول الحليم، الرسول ذو الفضل العظيم، ومن علينا فيه بالصحة والعافية يا كريم، ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، واجعلنا من المخدرين يا ربنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يتبعون سبيل رسولك الكريم الحليم يا رب. يا رب أعده علينا وعليكم باليمن والبركات، وبلغنا الشهر الذي هو آت، شهر رمضان المعظم الذي ترفع فيه الأعمال الصالحات. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.